الزول يا جماعة التوحيد ده لله ودي العقيدة الصحيحة والله الذي لا إله غيره. وأبشرك أبشرك اطمئن تماما، توحيد ده والله مش ماشي في الأرض دي. ليهلك من هلك على عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وفي ناس في الأرض دي شفناهم بعيوننا مالين كثير من المساجد، مالينا بس وسخوا الفرشات بتاعت الباب برا ومالوا الجامع جوا كثير جدا، عقولهم دي مقفلة، قلوبهم مربطة، جدعوا المفاتيح بإزبيرات وين أنا ما عارف، ما يقبلوا الحق تماما. آيات تدي لهم أحاديث ما يفهموا فهم كذي ما بيفهموا. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني لك كذي تقول ده مركز بعين ساي بس حركتك نقدي بعين لك بس وهم لا يبصرون. وإذا كان ده قدام الرسول عليه الصلاة والسلام نحن شنو؟ ومنهم من يستمع إليك، ذي للرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل زول قاعد وده وكر جنبه عمر وعثمان وعلي بيسمع في الحديث والمجلس ساكت والناس مركزة وشو الرسول كلامه واضح كيف صلى الله عليه وسلم. بعد ده يمرق برا يقول للعلماء بتاعنا الصحابة قبل شوية كان بيقول شنو؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هذه التي تشرح لهم كيف ما موضوع طويل جدا عشان كده أنت ما تتضايق، شفتها بلغ بس ومش قدام، في النهاية الله بيرحمك سبحانه وتعالى والله. وتردوك من جامع تتحمل الطردك ده أمش بالليل بس أدعو له، أدعو له بخمس حاجات، أبدأ بالبواسير وأمرقها في السرطان، شفتها الأربعة الثلاثة دي اللي اختار الدائن، لكن أنت في النهاية أدعو له وهو براه. سبحان الله أكثر الناس اللي بيعادوا الدعوة دي بتشلوا وبيموتوا، لاحظت الموضوع ده؟ تلقى جنبك ها؟ أه؟ الهداية لكن شنو؟ في بعض الناس تدعو لهم بالشدة. ما إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كلامك طيب يا عم إدريس، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود لما مشوا ناس لغزوة أنت الزول شاكلك ونبزك وكذا ده أدعو له بالهداية ما مشكلة، لكن شفت اللخبة الدين ده أدعو له بشيء ثقيل مرة واحدة، وأنت زادك بعد تبكي ما شرط، لكن بعد تبكي وتنكسر تحس إنه الدعوة دي خلاص الله هذا يقبلها تب أديه حاجة شفتها وبس يكون بيتململ وبيتذكر فيك ويتعذب. في سنن أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام ناس مرقوا لغزوة، واحد منهم راكب في الدابة بتاعته فحذفته دابته، الدابة عفصت لها حصحاصة جاءت طائرة ضربته فشج رأسه سال الدم منه. الألباني جابه رحمه الله في خطورة الفتوى قال فأصبح جنبا بالليل وبرد شديد قام احتلم، ولما نصبح جنب الزول الجنوب بيغتسل صح ولا ما صح، ولو عنده عذر ما في مويه ولا في مويه لكن خاف الضرر بيقوم شنو؟ بيتيمم. بدل يفتوه بالتيمم قال له لا نعلم لك الا ان تغتسل. وماشيين في غزوه وبرد وتخيل الموضوع ده الصبح وما في حمام لانه ده سفر ترعة والصحابه لانهم بيخافوا الله وما بجادلوا كثير، ده المعلومة هاي دي المعلومة ده الحق هاي. طو ما عاين للترعة ودي باردة هم ماشيين غزوة ده الرجال طوالي خشية شنو في الترعة، فاغتسل فمات، مرق الدم غار وإلى آخره أو أصابه ما أصابه فمات. لما نجوا راجعين بعض الناس وروه قالوا يا رسول الله إن فلانا كذا وكذا وأصابه فأفتوه بكذا، قال قتلوه قتلهم الله. الناس ذيل ماشيين جهاد ورسلنا الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف عظمتهم. لكن بعد ده لما نفتوا بفتوى بغير علم قال قتلوه قتلهم الله قتلهم الله. عشان كده يوت الناس بيلخبطوا في الدين ذيل. نوح عليه السلام زمان قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، شفت اللافين ذيل وضد الدعوة ذيل، ربي إنك إن تذرهم قال لي إنك إن تذرهم يضلوا عبادك.
ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فاجرا زول كعب وكفارا كثير الكفر، لا نربو على كذب ذرية بعضها من بعض من بعض. ولذلك موسى عليه السلام قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكم، خلاص مشى والله. لا أنا عم إدريس الزول لا البعاد ناس الدين ده ما بيمنع الناس من شر، بيمنعهم من خير. تخيل نساوين في البيوت يخلن، والله واحد هنا قريب تاع دكان قال لي يوم الدرس ده نساوين ما عجانا انا والله ما اسوى مصماصة التمرة، بصل ده شيخ مقبل ما مصماصة التمرة معفصة ب 15 رطب ماشي، لكن في النهاية بيسمعوا قال لي نساوين يجوا هنا يقولوا مالو الدرس وقف مالو، يقولوا والله يوم الدرس نحن بنوقف اي شغلة ونقعد بس في الحوش نسمع. ناس كتار أعمامك تلقاهم فيهم خير كبار قاعدين في بيوتهم في الحيشان ما قادرين يجوا الجامع يستنطوا، وناس يجوا المسجد ويسمعوا الخير ده يمنعهم شت بحجة وهابية. يا أخي ما وهابية الله يهديك، خامسية يا أخي ما خامسية الله يهديك، بيجيكم حاجات من السعودية والله ما في السعودية سايقين رقشة برا رقشة يا أمة. لا انتوا شكلكم ادونا فقه، واحد يوم ذاك هنا دي ادونا فقه قلت له هنا دي درسوا 300 حديث في الفقه من الطهاره للحج الله يتقبل وبعده، قال لا ما ركزوا عيد لهم ثاني خلاص احنا بس نشتغل كده الله يتقبل. طيب وفينا فرار كله من التوحيد زي زول عيان جو بحقنة الدكتور بس قبل تديني حقنة اديني مو يعطشت بيجيب لك وبديك ما بريا يا دكتور بس زيد لي المروحة دي شوية بزيدة وتاني بجيك ما في طريقة الموضوع ده كذب. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، في الشرك ده خطير كيف. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك يا جماعة الإنسان يجعل عمله خالصا لله سبحانه وتعالى في كل شيء. نصيحة قبل ما تمرق من بيتك دار تعمل أخلص لله، دار تقرأ قرآن أخلص لله. وفي ناس بيقرأ قرآن ويكونوا براون. ابن القيم قال قد يرائي العبد وهو خال بنفسه، قال وقد يكون مخلصا وهو أمام والأنظار تدور حوله وإليه. قال زول يكون براو ومرائي براو بيقرأ لكن تخيل إنه إمام وبصلب الناس وصوته يبقي جميل والدية بكية براو الدية بكية براو وحفظ متين وناي اكتبوا مرائي براو. وقال يكون مرات قدام الناس والأنظار تدور حوله وإليه وهو لا يلتفت إليه وهو مخلص لله سبحانه وتعالى. والزول يا جماعة دائما يخلص عمله لله جل وعلا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. قالوا عن أبي سعيد مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. يعني شيء النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أولاء الصحابة والأخيار منه عليهم أخوف من خوفه من المسيح الدجال عليهم. المسيح الدجال معروف عندهم مع أنه فتنة عظيمة لكن لخطورة هذا الأمر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، الشرك الخفي. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن سمي خفيا لأن صاحبه يظهر أنه مخلص لله تعالى وهو مرائن يخفيه. قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أي إليه، رواه أحمد و
وهو حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فالزول يا جماعة عمله كن خالص لله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى الناس ولا إلى مدحهم، ولا يخاف من ذمهم، وهكذا.